وعن استمرار معاناة مسلمي اليغور رغم زيارة المفوضية الأممية إلى الصين، ينضم إلينا عبر سكايب من إسطنبول وكيل اتحاد علماء تركستان الشرقية السيد محمود محمد. مرحبا بك معنا. أهلا وسهلا، مرحبا بكم. المجلس الأعلى للإيغور حث المفوضية السامية للأمم المتحدة ولحقوق الإنسان ميشيل التي تزور الصين لتقصي أوضاع المسلمين الإيغور هناك على ضمان قدرة فريقها على التحرك بحرية والوصول إلى جميع مرافق الاحتجاز. هل تعتقد بأن السلطات الصينية تسمح بذلك على الأقل؟ أحييك أخي الكريم وأحيي المشاهدين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بالنسبة لزيارة المفوضية السامية لحقوق الإنسان، ما زال لم تكشف أي تفاصيل عن هذه الزيارة. نحن حسب تجربتنا مع الصين للوفود الصحفية أو الوفود الرسمية، في الغالب الأعم الصين تعد مسرحا ويريهم ما يريد أن يريهم، لا يعطي لهم الحرية الكاملة للتنقل في المدن ولقاء الناس بعيدا عن أعين الشرطة والمراقبين مع الأسف الشديد. وهذه الزيارة إذا كانت كما سابق، مثلا عندما يزور هذه المنطقة منطقة تركستان صحفيون أجانب أو حتى السياح، لا يسمح لهم بحرية التنقل أو اللقاء مع الشعب التركستاني بعيدا عن أعين الشرطة وعن أعين العملاء المخفيين للجهات الأمنية الصينية. ولذلك حتى الشعب التركستاني أصلا لا يستطيع أن يبوح بما يشعر به في نفوسهم من المظالم، لأن عندما يأتي مسؤول مثل هذه طبعا الكل يكون مراقب. ولذلك حتى نشر في وسائل الإعلام داخل الصيني قبل أيام، كان هناك اتصال من مذيعين في إذاعة رفاه في أمريكا. ماذا قيل لكم؟ يقولون قيل لنا إذا سئلتم هل حياتكم يمشي على خير وأنتم تشعرون بأمان وعندكم رفاهية في العيش، تجيبون بنعم. لا تبوحوا بأي شيء حدث في معسكرات مثلا أو في مراكز التأهيل والتعليم المهني كما يدعي السلطات الصينية. هم أصلا لقنوا الشعب، لقنوا مثلا المستهدفين من الشعوب. طيب سيد محمود، السؤال المهم الآن، بعد الصور والوثائق المسربة من سجون السلطات الصينية عن الإيغور، هل تعتقد بأن الأمم المتحدة ستقر بفضائح الصين وجرائمها بحق مسلمي الإيغور؟ نحن هذا ما نطالبه، كنا نطالبه منذ سنوات طويلة، منذ أكثر من 5 سنوات. ولكن لكي تتحرك الأمم المتحدة على الدول الكبرى، خصوصا الضغط على الأمم المتحدة، وأن يكون هناك مواقف مبدئية وثابتة ضد هذه الممارسات الصينية، مجرد استنكار مثلا عن طريق الصحافة أو عن طريق وزراء الخارجية أو متحدثين باسم الخارجية لهذه الدول، ومن ثم لا يكون هناك ضغوط حقيقية للأمم المتحدة، نحن نتوقع أن الأمور تبقى كما هي عليه الآن. لكي تتحرك الأمم المتحدة على الدول الكبرى وعلى المنظمات الدولية وعلى منظمة المؤتمر الإسلامي حتى، يكون هناك ضغوط حقيقية سواء للصين أو للأمم المتحدة. عند ذلك الأمم المتحدة تتحرك، وإلا إذا كان مجرد كلام، مجرد استنكار ومجرد إدانة، طبعا كما نعرف كثير من الدول من العالم الثالث ومن ضمنهم أغلب العالم الإسلامي تقف مع الجانب الصيني في المحافل الدولية في الأمم المتحدة وفي مجلس حقوق الإنسان وغيرها. عند مثلا عدد الدول التي تدير الصين أقل، ما زال أقل من الدول التي تؤيد الصين. إذا كان الأمر تمشي هكذا، الصين تمارس هذا الإجرام بدون أي خوف من أحد، هذا مع الأسف الشديد نعم. طيب احنا من ناحية أخرى، إلى أي مدى يمكن
أن تساهم هذه الإدانات التي تصدر من المنظمات الحقوقية والمنظمات الدولية في إنقاذ مسلمي الإيغور، هل هي ذات قيمة عملية؟ هل تغير من سلوك السلطات الصينية تجاه مسلمي الإيغور؟ هذا هو المهم. يعني أي إدانة طبعا مفيدة بالنسبة للشعب التركستاني، ولذلك نحن نرحب بأي إدانة ضد الصين، ضد هذه الممارسات التي تجرى في أراضي تركستان الشرقية، ولكن يجب أن يصاحب هذه الإدانة عمل فعلي وتهديد حقيقي للاقتصاد الصيني والصادرات الصينية للدول المختلفة. عند ذلك تقف الصين عند حدها، وإلا التجارة الصينية كما هي مزدهرة مع العالم الخارجي، والصين تصدر العالم كلها دون أي قيود ودون أي يعني موانع، الصين تمارس هذه السياسة الظالمة الجائرة بحق مسلمي تركستان وغيرهم. ولكي نوقف الصين، على الدول الكبرى وعلى المنظمات الدولية أن تصدر فعلا يعني أوامر على أرض الواقع تؤثر على الاقتصاد الصيني وعلى النمو الصيني. عند ذلك من الممكن إيقاف الصين عند حدها، وإلا من الصعب، يعني من الصعب إيقاف الصين عند حدها، ولكن كثرة الإدانات والبيانات الصحفية وغيرها كل هذا مفيدة ولو يعني بجزء قليل. الإدارة طبعا أفضل من السكوت والتصويت لصالح الصين في المحافل الدولية. الصين يعني الآن مثلا تنفق ملايين من الدولارات في العالم الإسلامي وغيرها من الدول المختلفة لإسكات أي صوت تعارض الصين في هذه الدول، سواء صحفيين أو كتاب وغيرهم. أي كاتب عندما يكتب تقريرا أو مقالة تدين الصين، السفارة الصينية مباشرة تتصل بهذا الكاتب وتزوره وتهديه هدايا، أحيانا تدعوهم إلى الصين لزيارة الصين. كل هذا لإسكات الناس في الخارج حتى لا يتحدث أحد عن هذا الموضوع. ولذلك نحن طبعا نرحب كل جهد يبذل في إيقاف الصين عند حدها واستنكار الجرائم الصينية، كل هذا مطلوب. يعني أشكرك جزيلا عبر سكايب من إسطنبول وكيل اتحاد علماء تركستان الشرقية السيد محمود محمد حول قضية معاناة مسلمي الإيغور. شكرا لك مرة أخرى.